يلا بسم الله. طيب الفيديو السابق في رسوم المتحركة وصلنا عند كيف إن نحركهم ونطلعهم وندخلهم من المصعد كان، ووقفنا عند نقطة إنه كيف نخلي الأرقام هذه كانت من 0 لـ 2 هي، وبعدين قلنا بدنا لازم يطلع 3 و4 و5 ونسيت كيف تتسوى. فاليوم جاي أذكركم أول إشي فيها هذا الموضوع الأول اللي راح نحكيه، طبعا بسيط راح نحكيه. الموضوع الثاني بنحكي كيف إنه إحنا نرسم بإيدينا بالباوربوينت ونصور رسوم متحركة. يعني إحنا بالأول كنا نجيب صور ونمشيها ونحركها وندخلها ونطلعها، هلا بدي أرسم بإيدي أنا بس بعد ما نخلص هذه النقطة. نقطة هون احنا خلينا نعيد من هدول الفيديوهات تشوفوا كيف. كنا نقول انه بدخل بيفتح الاسانسير بدخله وبمشوا، واذا جوابنا صح الجواب 370 هو جواب خطأ، فاذا جوابنا صح وبيطلع لنا الطابق الاول بكتب لنا الطابق الثاني وبيفتح وبيطلع لحاله، البنت ما بتطلع والاجابة خاطئة. هلا اما لو جاوبنا الجواب انه خطأ وهي اجابة صحيحة، فبطلع عنا كان يطلع عنا 1 و2 بس احنا بدنا يكون الطابق التالت والطابق الرابع لانه جوابتنا صحيحة. تمام، فاحنا ايش اللي بدنا نسوي هلا؟ الموضوع بسيط جدا. كنا في الامر انه احنا منوع على الاجابة الصحيحة هون، وبنيجي بنحط insert، بنحط shape مربع صغير بنحطه هون تمام الشكل هذا هيك، وبنكتب 3. طبعا بنغير لونية الشيب الفورمات تاعه لأبيض، بنحط له كلوز والقلم بيكون في الأسود، أو إحنا يا بدنا إياه بالأحمر كان بالشكل هيك، ممكن تخليه بولد. تمام، هلا هاي بنيجيها على الانيميشن، بنقول له ابير امتى بس اول اشي with previous، نيجي بنحكي له انه احنا بدنا اياه يظهر لما يظهر الطابق الثالث. الطابق الثالث وين كانت؟ هذا الطابق الرابع، طابق ثواني نسيح هيك، الطابق الثالث هون يعني. فبنيجي بنسوي هذه هيك ونقول له اطلع لفوق 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 بالشكل هذا. طبعا هاي بنرجعها هون هيك، لو سوينا هيك هاي 0 3 حلو. طيب هي النقطة انه احنا هون بدناش من الصفر، خلينا نبدأ من الطابق الثالث، فبنخليها هيك، بنحطها على الصفر هاي تبلش. تمام، بنيجي بنسوي عليها كونتور شيفت، لا هاي باك، ممكن نسويها كوبي وهي بيست هي اجت هون بس هيك، ما عرفش نكتب نغير فضاء. طيب كات سوي بيست هاي في مجال نغير برضه مش مشكلة. نيجي بنسوي يبقى انسرت كمان ايش كمان واحدة كمان شيب ونحطه فوقيها، نحط هيك 4 والله فورمات أول إشي أبيض والكولر عنا أحمر، فصفت زي هيك. هلا بنيجي بنقول له أنيميشن أبي الطابق الرابع انتو بالأول إشي with previous، ها الطابق الرابع هاي وين؟ يبقى هون.
هذا بدنا نقولها لفوق هاي أو تحتيها هيك، وبنشوف هاي ثلاثة هاي أربعة بالضبط، هي هيك يعني. فالموضوع زي ما قلت لكم بسيط، إنه إحنا بنخفي الصفة اللي هو هذا، بنخفي الصفة بإنه بنحط عليه الثلاثة وفوقيها الأربعة، ومنظبطهم يعني بنحركهم هيك، ونظبطهم إنه يفتحوا مع الوقت. هذا كان حل الموضوع الأول. طيب الموضوع الثاني، إحنا بدنا نمشي بالشكل هذا هيك، عندنا الصورة هاي. طبعا عندنا كمان سؤال من أربع خيارات على إجابة صحيحة وإجابة غلط. أنا ما بهمنيش هلا الأسئلة والأجوبة قدر ما بهمني إنه كيف نرسم. السؤال الأول كان هو يعني النموذج هذا، في عندنا سيارة بتيجي تدخل، وفي طلاب بدهم يقطعوا الشارع مثلا، وفي عندك بيت والقصص هذه المرسومة عندنا. إذا كان الجواب صح، أو إذا كان الجواب غلط هون، إذا كان الجواب غلط راح السيارة هاي تمشي وتدعس الأولاد ويوقعوا، وإذا كانت الإجابة صح الأولاد بيقطعوا الشارع والسيارة بتمشي. خلينا نشوف هاي كيف بدها تصير. هاي دعسناهم قلنا إنه إجابتنا غلط، أما هيك الإجابة صحيحة والطلاب قطعوا الشارع بشكل بسيط. طيب كيف بدنا نسوي هذا الحكي؟ هذا بدنا نسويه إحنا عن طريق رسم بعض الشغلات، وبعض الشغلات أكيد بدها تكون صور. أول إشي بنسويه خلينا نلون، نحط باك جراوند فلتكن بالشكل هذا. حلو. طيب احنا ايش بدنا اياه هون؟ ايش في عنا؟ في عنا شارع، عنا اشارات محل تقاطع الطلاب، رمزه سهم، شغلات زي هاي. طيب شو نيجي نسوي؟ نيجي على انسرت، بنقول له على الشيبس، بقول له بدي اسوي شارع. انا الشارع كيف بده يكون شكله؟ بنسوي بالشكل هذا اي شارع. هلا كل اللي بسويه بروح بلونه، اللون بده يكون اما هيك او افتح شوي، خليها على الاغمق. اوكي، ونيجي بنقول له كمان وسع لنا الشارع شوي هذا هيك زي الفل. تمام، انا باجي باخذ منه كوبي وبيست. كل اللي بسويه انه باجي بالشكل هذا من هون برفه ونظهرها هاي على قد السلايد، وهاي بنظهرها خلينا نقول لهون هيك. حلو. هلا عشان اضيع ال ممكن اسوي لو بديش مارجنز، اوكي تقريبا اختفت، هي ما بتختفي 100% الا اذا بدك تروح برضو شو تسوي هيك، نحط له نو لاين، اختفى اللون تاعه. تمام، والاصل بهذا كمان نسوي له فورمات نو لاين بالشكل هذا. حلو. طيب وإذا بدي السؤال، محل السؤال بحط له كمان اللي هي هاي، نظيفها شوي، نجيبها بالشكل هذا هيك، وهي هاي هيك، وبحط لها لون زي ما هي تحت هناك أصفر بنخليه. اوكي نسحبها شوي لتحت، يعني بحط اللي بدي اياه، بنحط بعديها هون الاجوبة.
تمام. هلا كمان بدي اجي ادرج انا الصور اللي عندنا زي ما كنا ندرج من اول على البيكتشرز، ممنوع على الديسكتوب عندي اياهم باوربوينت، وين باوربوينت، وعلى واحد هدول الصور اللي مجهزهم. بدي ادخل صورة المدرسة هون، وين اشتغل نزلناه، حط المدرسة مثلا هيك، الشكل اللي احنا شايفينه صغير، هاي كثير صغير على سبيل المثال. ونجيب كمان المبنى الثاني اللي هو هذا، المبنى هذا كبير بنصغره، حطه هيك، احنا بدنا نعكسه زي هيك، عكسناه بهالشكل. ممكن نقول انه هيك، بس هاي خليها تعبي، نزلها شوي زي الفل. طيب وكمان بدي اجيب كمان، يلا ندخل كل الاول اشي بعديها من ان الاولاد هدولي الشباب اللي هتقطع الشارع زي هم محترمين، يعني بدهم يروحوا على المبنى هذا. شو عندنا كمان شغلات عندنا؟ طيب عندنا جايبين سكة حديد، هلا سكة الحديد ممكن انه نرسمها وممكن انه نجيبها جاهزة، يعني هيها جاهزة هيك تمام، ممكن انك تحط تصفطها هيك، تسحب بالكنترول كمان واحدة للنهاية بالشكل هذا. طبعا ممكن كمان نرسمها، بس خلاص هاي احنا جايبينها جاهزة، يعني لو بدك تيجي ترسمها مثلا شو بتسوي؟ تيجي على هون بنقول له بدنا خط، نيجي نرسم خط فورمات، بدنا اياه 3 سم مثلا بي تي، ونروح على اللون، وين اللون تاعه، ونقول خليه أسود، ونصفه بالشكل هذا، تسحبه على طول، كويس، تيجي كنترول نرجع للخط، نسحب كنترول وناخد له خط هيك. بعد هيك شو بنسوي؟ نيجي كمان انسرت شيبس، كمان خط، بنعمل خطوط صغيرة هيك، نروح على الفورمات تاعها، نقول له بدنا اياها 5 سنتي تمام، ولونها يكون أسود. وبعدين بنيجي كنترول 1 2 3، طيب نعمل اندو واندو لأنه ما أخذناهوش صح.
بالشكل هذا. هلا بضل عندنا، انا خلاص بدي احيي هذا الحكي، بس نيجي هون كمان بنحط له مثلا دائرة صغيرة. الشكل هذا ممكن نوسعها برضو، اللون أسود يكون، واللاين كولر نون. كان نقاط بتيجي وبعدين تبلش تسحبها شكل هيك. لا انا شو بسوي، ايوه نقط، وبعدين نقطة من هون من تحت. وهكذا طبعا بتتظبط. احنا هذا الحكي ما بدنا اياه هلا، بدنا كات. احنا عندنا الاشي جاهز، بس انا كنت اسوي عشان تشوفوا كيف بنرسمها. ممكن كمان نسوي كنترول، 1 2 3 4 5 وهي كات. تمام. طيب إذا وصلنا سكة الحديد، حطينا البلد، حطينا هذا. طيب هلا شو بدنا نسوي؟ بدنا نرسم الشارع. احنا الشارع كيف نسوي؟ عندك خطوط، عندك قبل ما نسوي هاي بدنا نسوي في خطوط. مثلا نيجي بناخد خط على اللي هو متقطع هذا، أي خط أبيض من هون. تمام، نفس الإشي بنروح نسوي له فورمات ونخليه أبيض. بعدين بنبلش نسحب كنترول وشد. تمام، أي تنتين. بعدين من هون ناخد كنترول هيك شد، كنترول وشد. بعدين من فوق من الجهة التانية مقابلها نفس الكلام هيك، وهي هون على موازاتها كمان وحدة. وبرضه باجي باخد الشكل هذا هون بس بلفها ونطلعها لفوق. نفس الحكي نفسه، بقدر اجي اخده شو اسوي فيه. هذا باخدها هيك، هيك اخذنا تنتين احنا. نيجي نطلع هون باخد هاي بسوي لها بحطها هون. تمام، بس بعرضها شوي هيك، وباجي إذا هذا لازم نزيحه شوي صغير هنا هون هيك هلو. وباجي بسحب، بنسوي احنا هيك خط المشاة.
عنده. اجي بسحب هون هاي واحدة وهاي تنتين نفس الكلام، بيجي باخده على هون خلينا نقول هيك. طيب هدول شو بنسوي فيهم؟ نرجعها لورا شوي ومنصغر على الوحدة هادي نفس الاشي. نكبرها شوي ممكن كمان نحذف هذه كات وهاي كات، نيجي لهاي وهاي نقولهم كوبي وبعدين نحطهم هون بيست. بس كده نسوي انه اساس يطلعوا نفس الطول احنا بدنا اياهم. تمام نيجي لهذه، ممكن نوسع الشارع شوي هذا. تمام وهذا منظره شوي، هذول نطلعهم لفوق هيك ونوسع هذا لفوق. تمام نيجي لهذا هيك لهون هلا باخذ هاي كوبي هاي كوبي كوبي وكوبي. كويس ممتاز هيك. طيب هلا نفسها هاي كمان ناخذها كوبي نجي نحطها هون بيست بس بنلفها ونبلش من هون هاي تنتين ثلاثة أربعة هاي خمسة وهاي صغيرها شوي. ممكن هذا هو فيها شوي، اللي مخطط الشارع مش مخططه صح طالع نازل. طيب اوكي نفس الحكي ناخدها كوبي او مش كوبي كنترول انزل لتحت الشكل هذا هاي تنتين ثلاثة هاي أربعة وهذه الصفحة ونسوي لها ايش send to font فبصفي هيك ممتاز. ونيجي ناخد لنا كمان هاي زي ما هي ناخدها نسحبها كنترول اسحب لهون تسوي هيك وتسوي هيك خط توقف حلو ونفس الحكي هون بس هذا بتلفه وخلي الصهم لفوق أحسن. تمام هاي عنا هاي ناخدها هون ونظهرها ممكن انزل هذا هيك شوي
مش محتاجين يكون عادي. صحيح شفت لتحت. عنده اسحب هذه هيك واسحب هاي هيك وهذه لهون وهي هاي لهون، يعني هي الفكرة في الموضوع انه تبدأ تعرف شو الفكرة اللي بدك اياها وبعدين تبدأ تلعب كيف بدك. تمام، نظهر هدول شوي. كويس، هلا ايش بلزمنا كمان؟ احنا بدنا نعمل سهم مثلا، انه هيك الطريق دغري تيجي تقول له انسرت، في عنا شكل سهم، هاي شكل السهم، رسوم السهم هذا الشكل هذا، وفورمات لونه ابيض. ممتاز، هلا احنا كيف بدها تكون الإشارة عنا؟ أبيض، وبدنا كمان يروح على الشمال. بنيجي بنشوف هون ايش في عنا اشي يودي على الشمال. بتخيل هذه أكيد هتسوي، شوف هيك شكلها مش حلو. واحنا شو بدنا نعمل؟ خلينا نعمل قص كات، خلينا نغش نشوف شو هي هاي. في عنا هذا الشكل، طيب هذا الشكل منين جايبينه احنا؟ فتش معاي، مش هذا، ممكن تكون اللي هي هذه، يجي نرسم هيك، ونقلبها، ونلفها، حلو، هي هيك، بس شو نسوي احنا؟ تمام. ونكبها تصير على نفس الطول، ننزل لتحت، كل الموضوع إن أنت تيجي تسوي له فورمات من أزرق لأبيض. كبر، خملها شوي، 100% هيك السيارة صفت، إنها مسموح لها تروح دغري وعلى الشمال. من هون مثلا يجي نقول له بس لتحت دغري، بس مسموح لك، خلينا نقول ممنوع تنعطف يسار على الشمال. ونيجي نعمل له فورمات وأبيض. أجزاء ملاقيين الإشي بسيط، مش كتير معقد يعني هو. تمام، هلا إيش بنجيب كمان؟ بنبدأ نيجي بنسوي إنسرت لا، خلينا نقول أول سيارة هذه اللي هو الباص الطلاب، وبنعكسه بالشكل هذا ومنظار، ونجيبه
يوقف هون. هلا ممكن نسوي كمان إشارات ضوئية، ونجيبها هذه كمان ونكون مجهزينها. يجي نحطها وين بدنا، بدنا إشارة ضوئية، خلينا نقول إحنا لهون، وكنترول ناخدها واحدة كمان هون، واحدة مقابلها، واحدة هون، واحدة هون، واحدة هون. طيب ونيجي نعمل هون كمان من الشيبس، ناخد لنا عمود، العمود اللي هو غالبا راح يكون هذا، هذا هو. تيجي تنزلها هيك وتلونه، نعطيه لون أسود مثلا، ونيجي ننسخه وننسخ ننسخ نسخ. وهي نسخ. هلا كل الموضوع انغلقه هذا، نيجي نقول له send to front، send front عشان يكون العمود خلف ال خلف الإشارة مش قدامها، بالشكل اللي احنا شايفينه. وبنيجي بنحط سيارتنا مثلا، نقول له insert picture السيارة اللي عندنا، بتخيل ايوه هذه، وبنلفها، بدنا اياها تيجي هيك. طيب هذا الشارع بدهم يجي يمشوا ويوقفوا هون، فنيجي نقول لهم انه انيميشن امشوا لاينز، لا تمشوا على الشمال بالضبط، بس بدنا اياكم تيجوا لنا لقدام مش من، وبعدين بتيجوا بتوقفوا هون. هذا بتيجونا مع الـ previous، خدوا لكم ثلاث ثواني في المشي، نشوف كيف بدهم يسووا. هاي هون، لا نرجعهم كمان شوي، خليهم يجوا من بعيد. أيوة هيك تمام. سيارتنا هاي نقدر نقولها ايش، فلاي ان، بس فلاي ان من جهة الشمال، بتمشي بالشكل هذا. ممكن نحطها كمان توقف عند عند الخط بالشكل هذا. طبعا بنسوي الهوا بريفيوس، ناخد معنا نص ثاني بالشكل اللي احنا شايفينه. حلو. طيب والباص نفس الحكي، نقول له فلاي ان بس من اليمين مع البريفيس، فبصير عندنا الشكل اللي هو هذا هيك. ممكن نزود مدة السيارة ونأخرها شوي لما تيجي،
خلينا نقول هيك حلو تمام. وهاي نحط له برضه صمد الفون ونصفي بالشكل هذا ممتاز. لهلا طيب هلا احنا بدنا نقطعهم لقطع الشارع، نسوي دوبليكيت سلايد، دوبليكيت سلايد منيجي هلا هاي بدل ما كانت جاي من هناك نيجي بنلغيها، وهذا بنلغيه او هذا خليه زي ما هو، هذا بنخليه زي ما هو. الاولاد لا الاولاد نمشيهم لوين يمشوا معنا لهون عشان يندعسوا هيك، والسيارة بدها تمشي من هون لهون، فشو بنقول له؟ بنقول له lines زي ما قلنا للشمال أي لليمين، لليمين اه هيك لليمين. طبعا هذا بنقول له bring front تمام. سيارتنا بدها تمشي بشكل لهون حلو، نشوف شو بده يصير. إعداد previous تمشي هيك، تحط لها الإشارة وتمشي له، بدنا إياها تبقى ماشية أسرع من هيك. إحنا خليها دقيقة ثانية بعد ما تمشي، بعد هيك بنقول له add animation خليها تختفي with previous نشوف شو بصير. لا بدنا اياها بعد ما تمشي، احنا هون قديش حددنا مسافة المشي هاي ثانية بعد ثانية، يبقى delay واحد بالضبط. هي وصلت هون متوقف حلو. طيب بعد ما وقفت هون نيجي نقول له انسرت، حط لنا السيارة هاي لفت، نصغر لنا اياها تيجي من هون فوق شوي صغيرة هيك، هذا طلع لهون. هلا هاي ايش بدها تسوي؟ هاي بدها تبين، فبنقول له انه ابيع ماشي، ومنروح هلا بنسوي له هذا البريفيوس. هاي البريفيوس بتيجي طبعا بعيد واحد ثاني، لانه هاي مشيت خلال ثانية بعدين اختفت، فانها بدها تطلع هاي ونشوف كيف بصير معها بالضبط. هلا بدنا نمشيها هاي من هون لحدية الخط هذا، فشو بنسوي؟ بنقول له add animation ونقول له لفوق down في up مش مهم، هاي حتى لو كانت down لا خليها up اي up، ونمشيها بالشكل هذا لهون، ونحط له with previous ليش تاخد معنا المسافة هاي كمان واحد ثاني. ممكن إن أنا نقولها خليها مستقيمة هيك، نشوف. لأ هيك ما خبطناهم، مش الأولاد إحنا بدنا نخبطهم. طيب الأولاد ماشيين بطيء، خلينا نخفف لهم ثانيتين ونص ماشيين. ايوه انصدموا بالضبط هون. هلا ساعة ما ينصدموا احنا بدنا اياهم يختفوا، اللي هو بعد قديش ايه
طيب بنقول له هون add animation، بنقول له disappear، أو لا مش disappear، ألغيها. إيه. بدنا إزاحة للأعلى، نسوي هيك والبوينت أب. هذا الكويس طبعا مش من هون، بده يكون من هون، وهذا بدها تكون بعد قديش بعد ما تخلص هذيك، نشوف هيك كيف. طيب الفيديو ايش بدها تكون نص ثاني، يعني مش معقول واحد يقعد يندعس وينام وهو بندعس. وبعدين هذا خط هون بدنا نرجع لورا شوي، لو شوفوا هيك طيب السيارة أبطأ منهم، نخلي ديلي 1.25، خلينا نشوف 1.5، هو خط قديش انه عليه بده ياخذ وقت ثاني، او بخليها بالضبط. طيب ممتاز هيك. هلا احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نجيب لنا كمان صوتين عشان يكون الايفكت حلو، فبنيجي نقول له انسرت وعلى الساوند ايه وين حاطينها احنا هادي. طيب نحط الباوربوينت بدنا نشوف كيف طلعت، شو الصوت تاعها. تمام هذا الصوت الأولين اللي هو صوت السيارة، قديش مدة مشي السيارة عندنا؟ تقريبا ثانيتين، بس هذا المقطوع عندنا 6 ثواني. بس بنيجي نعمل trim audio، ولو احنا بدنا اياها من هون لهون مثلا ابو ثانيتين. كويس، ونحط له على play with the previous، شوف هيك. طبعا احنا بدنا اياها من اول ما سيت ما يبدا يمشي، فبنحط الله اياها على الصفر. حلو، هلا لما دعس هون سيت ما دعس هون، شو بدنا؟ صوت تشحيط البرك لازم يكون عندنا، فنيجي بنحط insert كمان audio، جبنا هون بدنا نسمع التسجيل أنا وفيهم. هذا السؤال الذي يطرح نفسه، نشوف ممكن يكون في تكميل مش هون. ولا هون. طيب خلونا نغش وناخده من هون لان انا مش عارف وين حطينا. نشوف كوبي إذا هذا هو أصلا، يعني مش متذكر هو ولا مش هو. إحنا هون أي بيست،
شو الصوت طيب أصلا هذا؟ هذا صورة صفت مش صوت. طيب كات نرجع لهون نشوف، معقول يكون هذا هو الصوت؟ طيب بتخيل انه هذا هو الصوت. كوبي هيك بيست. نسمع طيب انيميشن. هو نفس الصوت هذاك. هذا نرجع لهذا كوبي. نفسه برضه. طيب نيجي لهاي نحط لها كات. هذا بنزلها هيك. اوكي نيجي. طب نسمع هاي احنا كيف تشغل اللي فوق. دعسناهم احنا ونخش لهم صوت شحطة برك. طيب احنا بدنا صوت تشحيط مع التكسير مع مع كل هذا. خلينا نشوف ايش اللي حاطينه احنا. لو شفنا هذا صوت ايش هذا؟ هذا ما بدنا اياه. كات. هذا صوت القطار ما بتزمناش هلا إلا لو جبنا قطار مثلا. أيوة كايبك كاش بالضبط. هذا هو. نيجي نحط له هون عند الانيميشن له بلاي، حط له with previous هيك بصفي في النهاية. هذا مزبوط. احنا بدنا اياه بعد وين؟ بعد هذا او هون. هون اللي هو بعد 1.5 او نضلنا ماشيين بعد 2.5 هيك. شوف بعد تنين أعطيناهم للأولاد مش مشكلة. وهذا اللي بدنا إياه إحنا. بس التايم أوديو طويلة فإحنا ممكن نقصرها لحد يتهم مثلا. ممكن تخليها للنهاية زي ما بدك. الشكل هذا أي شوي نصغرها هون. وهذا هو طبعا. هاي بنحط برينج تو فرونت. بدك تحط أسئلة بتقدر تحط أسئلة، بدك تحط كمان وبتعمل هون هايبر لينك. يعني بتحط هدول مثلا كوبي وهاي كوبي. يا كمان ناخد كوبي عندي هاي هاي نحط هيك كوبي. ليه هاي كوبي ننزل هون شيل هاي هيك طلع بيست ذا المنظر
نظر هذا لهون. هاي كات مثلا. هلا من هي أول دولة استعملت الطابع البريد؟ هي بريطانيا. وانا نقول له إجابة إجابة خطأ. أعيد المحاولة. نجاوب نسوي هاي هيك. طيب نحط اللون مثلا 36 ونحط على هذه هايبر لينك، إنه إذا جاوب هون يعاود يعيد يرجعنا على السؤال. هايبر لينك إحنا ب27، نحط له place this document، إحنا سلايد 27، بدنا نرجع على 26 لأنه الإجابة خطأ. هلأ هدول كلهم غلط، أمريكا غلط، فرنسا غلط، ألمانيا غلط، فبنحط لهم هايبر لينك على وين؟ على 27 اللي هي الإجابة غلط. طيب لينك كله على 27. طيب لينك على 27. هلا نقدر ناخد الدوبليكيت سلايد من هاي، دوبليكيت سلايد اللي هي 27، بس بدنا نمشي نلغي، نسوي شوية تعديلات عليها. هلا هاي تمشي السيارة فوق هيك، هذا بنلغيه ونحط له ريموف، ونخلي الأولاد هدول يقطعوا الشارع بالشكل سليم، تمام، بدون ما ينصدموا ببعضهم، وهذا الصوت بنلغيه، نقول له كانسل. أوقات نشوف هيك الشكل هذا. طبعا ممكن انك تزود المدة لانه هيك دعسناهم، بس واحنا بنخلي السيارة تبقى اسرع منهم. مثلا نيجي على هاي بنقول له خليها 75 ثانية، وهذه الشكل هذا. ايش هذا؟ اختفت السيارة. مثلا بالشكل هذا. هلا نيجي هون نقول له إجابة صحيحة. انتقل إلى السؤال التالي، ونيجي هون ونحط له سلايد فاضي، نحط له هايبر لينك. ممكن تسوي ريموف هايبر لينك او اديت هايبر لينك، لانه احنا اخذينها دوبليكيت، فبتسوي اديت على 29. طبعا 29 هو بيكون السؤال. هلا بنيجي على بريطانيا اللي هي جواب صح، بنحط له هايبر لينك على 28. الشغلة المهمة اللي بدنا نعاود نعيد عليها، احنا بلشنا من هون صح؟ من هون نيجي على الترانزيشن من ايميل اون ماوس كليك، ايميل اون ماوس كليك، من ايميل اون ماوس كليك. هاي طبعا عشان السؤال بعد اون ماوس كليك. ونيجي على هون ونحط له فورم كارنت سلايد، تيجي معنا هاي هيك. ما هي اول دولة استعملت طابع البريد؟ لو قلنا له امريكا
لا انضغط والصوت طلع ومش عارف شو اجى جاب خطأ هيدي المحاولة، بعد بنقولنا على نفس المنطقة فرنسا. هلا بما انه السلايد اشتغل فما برجع لكش هذا، يعني برجعش يعمل لك المشهد كله. اذا بدك تعيد المشهد لازم تعمل دوبليكيت سلايد، تيجي لهذا السلايد مثلا تعمل له دوبليكيت دوبليكيت هلا وتحطه على 29، تحطه خلينا نقول 29. فبتيجي هلا بعد هون الإجابة غلط، أعيد المحاولة وتقول له edit hyperlink، بدل ما ترجعنا على 26 فقدر تنقلنا على 28. تمام، فنسوي هيك من عيد من عيد from current slide. احنا على 26 هنا، لو قلنا ألمانيا لا أصلا هذا إجابة خطأ، هذه المحاولة بده ياخذنا على سلايد اللي بعده، فبترجع هذه المنطقة. هلا بما إنه ما عملناش دوبليكيت للسلايد الغلط فراح يفرجينا إنه الإجابة كانت غلط لو حطينا أمريكا مثلا جاهزة. تمام، فإذا بدك لازم تسوي دوبليكيت سلايد كثير. طيب لو جاوبنا إنه الإجابة صح اللي هي بريطانيا، تمام انتقل للسؤال اللي بعده، وهيك نكون خلصنا الدرس. أتمنى إنه يكون حلو ومفيد وممتع. ممكن تسوي لعبة، ممكن تسوي فيديو رسوم متحركة اللي بدك إياه. يعطيكم ألف عافية.